الحياه لازم تستمر، ان احنا مش مفروض نستسلم للمرض ده، ان السعاده والفرح والجمال والفن هو اللي عليه دور، والدور بيبان اكتر في التحديات دي، وانه لازم يستمر ولازم نوزع البهجه والفرح، وان مصر جميله ولازم نكرر جمالها ده ونوري للعالم كله ان ما فيش احلى من مصر يعني. اشكر وزيره الصحه، انا ست جدعه وبتخش بتاخد مخاطر وبتعمل كل حاجه مظبوط. اشكر وزير السياحه، اشكر محافظ الغردقه، واشكر اخويا سميح طبعا ان عمل لنا الجوله دي. لا ما فيش يا عم، انا ما قلتش ان انا استحوذ عليه ولا اي حاجه. هي بتقول لي، بقول لها لا البنوك دي غاليه جدا، قالت لي المتحده، قلت لها لا ده ثمنه معقول يعني مش غالي قوي، لكن ما قلتش ان انا استحوذ عليه.